تشيد مملكه البحرين بالمبادره التي طرحها صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه في خطاب جلالته بمناسبه الذكرى الثالثه والاربعين للمسيره الخضراء بشان استحداث اليه مشتركه للحوار والتشاور مع الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه. مؤكده ان هذه المبادره الحكيمه تجسد حرص جلالته على العلاقات الاخويه التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحوار بينهما من اجل تعاون اوثق والمضي بالعلاقات لافاق ارحب تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعرب مملكه البحرين عن تطلعها بان يؤدي هذا الاطار التشاوري القائم على الحوار الى تجاوز كل ما يعيق تطور العلاقات بين البلدين واستثمار امكانياتهما في دعم جهود التنميه وتعزيز مصالح دول المغرب العربي والاسهام في تقويه العمل العربي المشترك وتجدد مملكه البحرين موقفها الداعم للحقوق المشروعه للمملكه المغربيه على اقاليمها الجنوبيه وفقا لمبادره الحكم الذاتي وايجاد حل سياسي دائم في اطار سياده المملكه المغربيه ووحدتها الوطنيه والترابيه